أعزائي المشاهدين، برحب فيكم أنا وستيفاني مرة تانية، ونبتدي هلأ طبقنا الرئيسي زي ما اتفقنا، طاجن اللحم بالكريمة. نشوف مع بعض المقادير. طاجن اللحم بالكريمة، 2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت، كيلو لحم مقطع مكعبات، 4 فص ثوم مقطع أنصاف أو شرائح، 4 حبة كبيرة بصل أرباع، 2 بوصة زنجبيل مقطع شرائح، 10 حبات مشروم مقطع شرائح أو أنصاف، 2 حبة كبيرة جزر مكعبات، ملعقة كبيرة بهار مشكل، نص ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة هيل، 1.5 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 حبة كبيرة طماطم مفروم، كوب مرق وكوب كريمة سائلة. للتقديم بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنسويه اليوم صعب جدا جدا على ستيفاني. احنا عامل لك اشي يعني ولا سهل؟ قولي لي انت ايش بدك. سهل زي قبل شوي عملنا العصير، كتير كان بسيط. وهلأ برضو حنعمل طبق رئيسي، طاجن لحم، يعني موضوع كتير كبير، ولكن وصفة كتير كتير سهلة، طعمها لذيذ، غنية بالفيتامينات لأنه فيها خضرة وفيها اللحم وفيها الكريمة وفيها الطعم اللذيذ. خلينا نشوف مع بعض هلأ إيش المكونات اللي حنحتاجها. حنحتاج تشكيلة بهارات طبعا ناعمة. ستيفاني ما عندهاش كتير خبرة بالبهارات فحنعرفها اليوم على أسماء أكتر. ستيفاني هذا عنا الهيل وعنا القرفة، الملح، وبهار مشكل. بهار مشكل طبعا على حسب كل عيلة ايش بحبوا. في بهار مشكل مثلا خليجي غير عن اللي في مصر بيستعملوه، غير عن اللي في الأردن ولبنان، فكل بلد على حسب ما بتحبوا، غير حتى عن الجزائر وليبيا، موضوع تاني كلمة بهار مشكل. حنحتاج مشروم اللي هو الفطر، وجزر مقطع مكعبات، بصل مقطع مكعبات بنفس الطريقة، توم وزنجبيل وشوية مرقة، وصنفرنا الرئيسي أو الإشي الغرض الرئيسي تاعنا اللي هو إيش؟ اللحمة. ما زال موجود بالثلاجة، بليز جيبيلنا إياه. أعزائي المشاهدين، الحلو في هذه الوصفة التجهيز المسبق، يعني فينا أجهزها وأرتاح لأنها كتير تجهيزها مريح. هلأ عنا بالنسبة للحمة أي نوع لحم أنتم حابين تستعملوا، مقطع مكعبات، حابينها بالعظم خلوها، فخذ نقطعها عظم. بتحبي انت ايش؟ قولي لي، اللحمه تبقى فيها عظمه ولا لا؟ بدون عظم. يمكن معظم الجيل الجديد زي ما بنسميه فعلا ما بيحبوش العظم، مع انه الفايده بيني وبينك بالعظم، فحاولي شوي شوي تعودي حالك. يبقى زي ما قلنا قطعه اللحمه زي ما انتم بتحبوا، بكون مقطعه بقطع بهذا الشكل، هخليها جنبي وابتدي قبل ما اشتغل اجهز بعض المكونات. اهم شيء عندي في هالطبخه الطاجن اللي بده يدخل الفرن. انا عندي هون طاجن يفضل انه يكون له غطاء، واتاكد تماما في بعض الطواجن او بعض الاواني اللي ممكن تدخل الفرن بيبقى الغطاء ما بيدخل الفرن، فخلوا بالكم الغطاء بيدخل، وهذا معمول من ستيل وهذا معمول من ماء الزجاج، يعني قوي بتحمل حراره، فبقدر اجهزه ادخله الفرن. الحلو دائما في الوصفات هذه انه بيطلع من الفرن على السفره على طول، ما بيحتاج منك اي مجهود. هاي الفائده رقم واحد. الفائده رقم اثنين انه خصوصا في ايام رمضان ببقى محتاجه الخمس روس من الغاز، يعني ببقى مكان ضيق بدي اعمل كذا اشي، فحاولوا تقسموا اسلوب الطبخ، اشي بالفرن اشي على الغاز من فوق، عشان تكونوا كسبانين مش بس وقت كمان مساحه في المطبخ. نبتدي ان شاء الله. هبتدي انا هلا اسخن هون اشتغل باللحمه، وانا حطلب منك طلبت كتير زغنطوط. احنا بدنا نقطع المشروم، في عندي نوعين من قطعات المشروم، هنقطعه الى شرائح او حابين مكعبات زي ما بتحبوا. في عنا هاي صغيره ناعمه كتير لذيذه، حطي تكبس عليها، وفي عنا هاي حتعجبك. انا حاعمل لك سامبل في وحده وانت تقطعي، بتحاولي تحطي المشرومه بالطريقه هاي وبتضغطي عليها. في الاول حتحسيها ثقيله بس بعدين لا، بتعملي ضغطه قويه فبتنزل شرائح المشروم بالطريقه هاي. يبقى تخليها بالطريقه هاي، ضغطه قويه، وانا في اثناء ذلك جنبك ما تخافيش، انا قريبه هون. حبتدي اشوح اللحم، وعمليه التشويح هذه من اهم النقاط اللي بقدر فيها احصل على طعم لذيذ.
وخلينا أقول ملاحظة هون بالنسبة للدهن اللي حابين تستعملوه، حابين تستعملوا زيت، حابين تستعملوا سمنة، زي ما بتحبوا. احنا عنا في الوصفة هذه كريمة، فطالما عنا كريمة يعني أنا بحاول أرضي كل الناس. في ناس بيقولوا لي منال إحنا لما بنطبخ بالزيت بيبقى الطعم ناشف، فبحاول أخلي بعض الوصفات فيها سمنة، بعض الوصفات فيها زيت، فأنتوا لكم حرية التحرك في هذا الموضوع. بتأكد بس إنه الزيت عندي سخن كويس والقلاية تبقى سخنة كويس، وأبتدي أضيف اللحم. هاي الوصفة إذا حبيتوا تنفذوها بنفس الخطوات اللي إحنا عم نعملها سوا، إذا حبيتوا تعملوها بالدجاج بطلع طبق خطير جدا جدا وكثير طيب. ببتدي هلأ أشوح. خلي بالك يا ستيفاني وأنا الخطوات اللي أنا بعملها عشان عايزاكي فعلا تتعلميها، هذه كثير سهلة. ببتدي هلأ أشوح اللحم وأثناء ذلك الطاجن موجود جنبي لأني حشتغل فيه على طول. أعزائي المشاهدين، هلأ أنا هحتاج ثوم وححتاج زنجبيل. الثوم والزنجبيل حبيتوا تهرسوا أو حبيتوا تقطعوه على شكل شرائح زي ما بترغبوا أو أنصاف. أنا هاخد كم فص هيك من الثوم ومجرد أني هقطعه إلى نصين. بتعرفي الزنجبيل ستيفاني استعملتيه قبل او يمكن انت لبنانيه؟ نعم. ففي لبنان يمكن قليل، ما بحس انه بيستعملوا الزنجبيل. يمكن اذا ماما جربت مره هيك الطبق هندي، طبق شوي مختلف. بس انا هلا حوريك الزنجبيل، بدي اياك تشمي ريحته. هيك حخليك تشمي ريحته قويه صح. انا حقطع الزنجبيل الى شرائح، حبيته مفروم شرائح زي ما بتحبوا. ليش احنا بنعطي بعض الاختيارات في بعض الوصفات؟ في ناس بحبوا وهم بياكلوا تطلع تحت اسنانهم قطعة الزنجبيل فبتعطي طعم لذيذ، في ناس ما بحبوا، فعشان هيك احنا بنخيلكم. نرجع تاني، بديت تشمي ريحة اللحمة والتشويح. بشوح اللحمة، كل ما شوحتها اكثر، شايف اللون الذهبي هذا؟ شايف التحميرة هذه اللي عم تعطيني الطعم. كل ما شوحنا اللحم اكثر بصير اللون هيك، كل ما عم ناخذ طعم كثير لطيف. انا حطلب منك تعطينا من الدرج عندك في ملقط عشان نشيل فيه هاللحمه. الدرج اللي هناك في عندك ملقط؟ اعزائي المشاهدين، بنلاحظ كيف اللحمه اخذت هالتحمير بهالطريقه. شايفة؟ هاي الخطوة كثير مهمة، كل ما شوحنا أكثر كل ما عم يعطي طعم كثير أطيب. هلأ خليني أخلي الطاجن هذا جنبي وأبتدي أشيل قطع اللحم. طبعا إحنا إذا ركبنا كل هالمكونات مرة واحدة على بعضها وحذفناها بالفرن صح بيطلع إشي زاكي، ما بقول أنا لا، بس لما أعمل خطوات التشويح هذه خطوة خطوة عم بعطي الطاجن موضوع تاني وطعم تاني خالص. هلا استفادي بعد اذنك هحتاج منك انك تعطيني البصل. حضيف البصل لنفس الدهن اللي انا عم بشتغل فيه، وحنضيف الجزر من فضلك. خدتوا بالكم كيف احنا مقطعين البصل الى كيوبس او انصاف؟ اذا في بصل صغير نقدر نستعمله. هنضيف هلا المشروم والثوم والزنجبيل. شكرا. فيك تحطي لي الزنجبيل في طبق صغير عشان نعرف نضيفه. هلا احنا بنشوح برضو البصل مع الجزر في الدهن اللي متبقى عنا طبعا من اللحمه، عشان هيك بنلاحظ هالطعم اللطيف جدا وهالريحه الطيبه. شو الأخبار؟ يلا حطي لي هون من فضلك. شميت الريحة؟ هلا تحميص خفيف برضه للزنجبيل، وجيبي لنا الثوم من فضلك.
احنا هيك تقريبا قربنا نخلص هالطبخه. زي ما شفتوا مجرد تشويح، ما بتاخذ ابدا اي مجهود. حطي لنا بردك ثاني، وحنحتاج معلقه صغيره من عندك بالدل، تعطينا معلقه صغيره. نوزع هلا البهارات. انا هلا خلصت تشويح وطفيت النار، هالخليط هذا كله على اللحم، شو رايك؟ اعتقد سهله صح؟ خطوات يعني ما حسيتي انه احنا عم نعمل اشي. هلا عندي طماطم ولا بندورة، شو نسميها؟ بندورة. هنحتاج هلا نوزع بهار على حسب البهارات اللي انتم حابين تستعملوها. تعطيني البهار من فضلك، هذا اللي قلنا البهار المشكل. تمام. وفي عندنا شوية قرفة، القرفة اللي بالنص، وشوية هيل، وبضل عندنا الملح. وحنحتاج طبعا اللي ما بنستغنى عنه دايما، الفلفل الأسود. فلفل أسود فريش. حناخد هلا المرق، واحد كوب من المرق أو المي إذا حبيت، وإذا مش موجود مرق ما في مشكلة. حنوزعه بالطريقة، وبضل عنا اللي سمينا إحنا الوصفة على اسمها طاجن بالكريمة. هذه الكريمة السائلة، هاي الكريمة إذا خفقناها بنستعملها للكيك، بس إذا بدنا إياها سائلة هيك بنخليها مباشرة بنضيفها على الطاجن بس. والموضوع عنا جاهز للدخول الفرن. هغطي ودخلها الفرن حوالي ساعة، ساعة ونص على حسب نوع اللحم اللي عنا. طبعا إذا هذه حتلاقوا كمان شوي صار فيها زي نوع من الصوص أو المرق، فيني أكتر الصوص على حسب ما بتحبوا، بزودها شوية ماء إذا حسيت إنها ناشفة، وبتتقدم مع رز، بتبقى هيك وصفة كتير سهلة. شو رأيك؟ ولما حدقيها حتقتنعي تماما. وزي ما قلنا إذا حبيتوا تغيروا بالبهار، حبيتوا تغيروا بنوع اللحم، ممكن تستبدلوا اللحم بالدجاج. ونبتدي نجهز الحلويات. يلا طاجن اللحم بالكريمه.